انتشر الخبر كالنار في الهشيم، في كل زاوية من زوايا البلاد، كان الناس يتحدثون عن هذا الحدث غير المتوقع. إيلون ماسك، عملاق التكنولوجيا، تم اختياره. الرجل الذي غير وجه صناعة السيارات والطاقة، الآن في مهمة جديدة. مجاله الجديد؟ وكالة كفاءة الحكومة المشكلة حديثاً. هذه الوكالة تهدف إلى إعادة تشكيل كيفية عمل الحكومة. مهندس هذا القرار ليس سوى الرئيس المنتخب دونالد ترامب. في خطوة جريئة، قرر ترامب أن يضع ماسك في قلب الحكومة. تحولت الهمسات إلى صيحات، نشبت جلبة من الخوف وعدم اليقين. الناس في الشوارع يتساءلون عن مستقبلهم. الخطوط الفاصلة بين الصناعة والحكم، والتي كانت تبدو في يوم من الأيام غير قابلة للعبور، أصبحت ضبابية. الآن يبدو أن كل شيء ممكن. لم يكن هذا مجرد تعيين، لقد كان إعلاناً. إعلان عن حقبة جديدة، حيث يمكن للتكنولوجيا أن تتداخل مع الحكومة. بيان تردد صداه في قاعات السلطة، وأرسل هزات عنيفة عبر أسس الديمقراطية الأمريكية ذاتها. كانت الآثار مذهلة. الجميع كان يتساءل، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ رجل واحد، بأصابع في عدد لا يحصى من الكعك، تم تكليفه الآن بتبسيط الكيان ذاته، الذي كان ينظم إمبراطوريته الشاسعة. ساد البلاد شعور بالرعب. كيف يمكن لشخص واحد أن يغير كل شيء؟ كان احتمال وقوع كارثة يخيم بظله على الأجواء. الناس كانوا يشعرون بالقلق، يتساءلون عن المستقبل. لم تكن هذه مسألة مناورة سياسية أو مشاحنات حزبية. كانت هذه مسألة تتعلق بمستقبل الأمة. كان هذا يتعلق بروح أمريكا ذاتها، وعن التوازن الدقيق بين التقدم والحماية، وبين الابتكار والمسائل. كيف يمكننا أن نحافظ على هذا التوازن؟ لم تكن المخاطر أعلى من ذلك أبداً. الجميع كان يشعر بالضغط، وكان المستقبل غير مؤكد. كان وصول ماسك واسعاً، ونفوذه لا يمكن إنكاره. من خلال رؤيته الطموحة، تمكن من تحويل العديد من الصناعات، من السيارات الكهربائية إلى استكشاف الفضاء. تسلا، سبيس إكس، نيورالينك، إكس، كل منها عملاقة في حد ذاتها، ولكل منها مصالح راسخة في سياسات ولوائح الحكومة الفيدرالية. هذه الشركات ليست مجرد كيانات تجارية، إنها قوى مؤثرة في تشكيل المستقبل. لم يكن احتمال نشوب تضارب في المصالح موجوداً فحسب، بل كان واضحاً بشكل صارخ. في عالم حيث تتداخل الأعمال والسياسة بشكل متزايد، تصبح هذه التحديات أكثر تعقيداً. تخيلوا للحظة الآثار المترتبة على ذلك. كيف يمكن أن تؤثر هذه العلاقات على القرارات التي تؤثر على ملايين الناس؟ أصبحت تسلا، وهي شركة في طليعة ثورة السيارات الكهربائية، تتمتع الآن بخط اتصال مباشر بالوكالة المسؤولة عن وضع معايير كفاءة استهلاك الوقود. هذا يعني أن لديهم القدرة على التأثير على اللوائح التي يمكن أن تعزز أو تعرقل تقدمهم. وجدت سبيس إكس، وهي لاعب رئيسي في صناعة الطيران، نفسها فجأة في وضع يمكنها من التأثير على العقود الحكومية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. هذه العقود ليست مجرد صفقات، إنها تحدد مستقبل استكشاف الفضاء. كانت الاحتمالات مرعبة بقدر ما كانت لا حصر لها. ماذا لو تم استخدام هذا النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة؟ لم يكن هذا قلقاً نظرياً. كانت هناك أمثلة حقيقية على كيفية تأثير هذه العلاقات على السياسات والقرارات. لقد كان خطراً واضحاً وحاضراً. خطر يمكن أن يغير مسار الحكومات والشركات على حد سواء. خطر يضرب في صميم معنى وجود حكومة تخدم الشعب، وليس مصالح الأثرياء وأصحاب النفوذ. هذا هو التحدي الأكبر الذي نواجهه اليوم. لم يعد السؤال هو ما إذا كان تضارب المصالح سيظهر. السؤال الحقيقي هو مدى عمقها وكم الضرر الذي ستلحقه. كيف يمكننا ضمان أن تظل الحكومات شفافة وخاضعة للمسائل؟ كان السؤال هو مدى عمقها وكم الضرر الذي ستلحقه. في نهاية المطاف، يعتمد مستقبلنا على قدرتنا على مواجهة هذه التحديات بشجاعة وحكمة.
تصاعدت المخاوف بشأن مصير الوكالات التنظيمية. هل ستصبح الدمى ترقص على أنجام سيد الشركة؟ وجدت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة التي لطالما كانت شوكة في خاصرة تسلا نفسها في موقف محفوف بالمخاطر بشكل خاص. لم يكن ازدراء ماسك للتنظيم سرا، لقد أعلن على إكس كلماته تقطر ازدراء: إن العالم يخنق بالتنظيم المفرط. هل هذا هو المستقبل الذي ينتظر أمريكا؟ مستقبل تتفوق فيه مصالح الشركات على السلامة العامة، حيث يأتي السعي وراء الربح على حساب أرواح البشر. أرسل هذا الفكر رعشة في سباينز للأمريكيين العاديين. أصبحت الوكالات المكلفة بحمايتهم من جشع الشركات وإهمالها الآن تحت سيطرة الأفراد أنفسهم الذين كان من المفترض أن تحاسبهم. لقد كان كابوسا ديستوبيا يتحول إلى حقيقة. القسم الرابع: تاريخ من الخلاف. لم تكن علاقة ماسك بالحكومة الفيدرالية متناغمة على الإطلاق. على مر السنين شهدنا العديد من المواجهات بينه وبين السلطات، حيث كان يسعى دائما إلى تحدي الوضع الراهن. لقد بنى إمبراطوريته على أساس من الابتكار، ولكن أيضا على الرغبة في تحدي السلطة لدفع حدود ما كان يعتبر مقبولا. لم يكن ماسك يخشى المخاطرة، وكان دائما على استعداد للوقوف في وجه القوى التقليدية. كانت معاركه مع هيئة الأوراق المالية والبورصات أسطورية، وغالبا ما كانت تصريحاته العلنية تقترب من التهور. لم يكن يتردد في التعبير عن آرائه بصراحة، حتى لو كان ذلك يعني الدخول في صراعات قانونية. اتهم الحكومة بأنها مدين بالفضل لمصالح خاصة، وبأنها تخنق التقدم بالبيروقراطية. كان يعتقد أن النظام الحالي يعوق الابتكار ويمنع التقدم. والآن تم تسليمه مفاتيح المملكة. في خطوة غير متوقعة، أصبح ماسك الآن في موقع السلطة، مما يثير تساؤلات حول كيفية استخدامه لهذه القوة الجديدة. كانت وصفة لكارثة، مزيج متقلب من الطموح والأنا والسلطة غير المقيدة. كان الجميع يتساءل عما إذا كان ماسك سيستخدم منصبه لتحقيق أهدافه الشخصية أم لخدمة الصالح العام. كانت إمكانية حدوث فوضى محسوسة. مع كل خطوة كان هناك شعور بأن الأمور قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة. هل سيستخدم ماسك منصبه الجديد لتسوية الحسابات القديمة، لتفكيك الوكالات ذاتها التي تجرأت على التشكيك في أساليبه؟ أم أنه سيحاول إصلاح النظام من الداخل؟ أم أنه سيفاجئ العالم ويثبت خطأ ناقديه ويبشر بعصر جديد من الكفاءة والمساءلة؟ كانت هناك آمال كبيرة بأن يتمكن ماسك من تحقيق التغيير الذي طالما تحدث عنه. الوقت وحده كفيل بإثبات ذلك. في النهاية ستكشف الأيام القادمة ما إذا كان ماسك قادرا على الوفاء بوعودي أم لا. القسم الخامس: ثمن الابتكار. جادل المدافعون عن ماسك بأن تعيينه كان علامة على العصر. ففي عصر التقدم التكنولوجي السريع، كما زعموا، كانت هياكل الحكومة التقليدية غير مجهزة لمواكبة ذلك. ما هو مطلوب، كما جادلوا، هو مخل، صاحب رؤية يمكنه اختراق الروتين وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للابتكار الأمريكي. لكن بأي ثمن؟ هل كان ثمن التقدم هو تآكل الأعراف الديمقراطية وطمس الخطوط الفاصلة بين الخدمة العامة والمكاسب الخاصة؟ هل كان السعي وراء الكفاءة يستحق التضحية بالمبادئ ذاتها التي تأسست عليها الأمة؟ لم تكن هذه أسئلة سهلة الإجابة. كان سحر التقدم قويا، لا سيما في دولة لطالما افتخرت بكونها في طليعة الابتكار. لكن العواقب المحتملة للسلطة غير المقيدة كانت أكبر، بحيث لا يمكن تجاهلها.